الغول متحارب. يا حامد انت يا اخي والله خرخر والله يا خرخار عديل كده يا اخي، ما تقول لي الغلو بحار هناي. الغلو بحار يا حار شنو علي الا خرخار عديل كده؟ طق 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 من الساعة 4 خرخرة يا كيشة. والله يا حامد حريق انت خرخار دوار لسه عليك. كيشة 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 شنو عليك الله يا كيشة يا كيشة؟ والله يا حامد والله العظيم انت اي زول عارفك خرخار في الدنيا دي. ما طق طق شوف انا صاحي عزابي وقاعد في البيت ده براي وفي بيت مسكون ويعني انا عارف بيت مسكون، لكن هنا بيجينا بتغلب انا بغلبه. حامد يا اخي ده صوت فينا يا حامد؟ البيت ده بصراحه مسكون، انا بكلمك يعني عشان ما تخاف. انا طبعا قاعد لي 8 سنين. اول حاجه ميزات البيت المسكون اهله ما بيشيلوا اللي جاي. بس انت عارف البيت ده مسكون وقاعد فيه؟ نعم. عادي كده ده عادي، بيت مسكون سكنه ببالي ازعجهم طول بسجني يطقع انقلب لي الفانوس الدار انقلب، وانا عارفه الشيطان عارفه على قلة. بعدين جدا راح يا اخوي. يا اخوي جور يا اخوي ما تقول لك حاجه يا حامد، انت ده تتهرب مش اقول لك حاجه يا حامد. انا من يوم الليله لا ضربت صديقك ولا درجتك في البيت ده يا اخي بامانه كده. ده الغلو ده ما الغلو دي الطقطقه دي الحاجه الحاصله. شفت الغلو ده زي الشطه الخضراء؟ يا شطه خضراء شنو يا حامد يا زي البنابير يا اخي. انا ما داير معاك يا اخي. يا اخوي طقطقه يا هنا ورقه دي بلد يا اخي. خوف امشي العب معاك كان حلتي كل هبتك. انا اجيك بس عليك يا زول قدرت مبارك. طارق صاحبك مينو؟ صاحبك حامد حريق غلطان، انا اللي بمشي له وبقعد العب معه. يا اخي اقول لك حاجه، الراجل ده راجل غشاش جدا يا اخي. يا اخي قول شريف الكشتيره يا اخي. يعني خلاص انت زايد من الناس ديل؟ الله كلامك صح. اقول لك حاجه يا طارق، انا ذاتي كم مخافي العب لي مع زول في بيت مسكون. في بيت مسكون تخيل. في واحد يلعب مع عمو بيتنا ده ما مسكون، الواحد ما يزال الساكن مع هذا. يا شيطان يا شيطان ياخذك كل يوم تجدي عليه في الطشاطه وتنقلب نعيه ولا تبقى لي خروف يوم ولا اسد. اسهر يا اخي اسهر يا اخي، نلعب لنا عشره كده سوا عشان اوريك الطقطقه بتاعت اولاد البشر. وزع. اهلا اهلا يا اخي عليك الله. انت من زمن الخويف، انت قالت اللي بخوف شنو اليومين دين؟ بخوف شنو اليومين دين؟ الفلس قال لي انتك بتخوف انت عليه الطلاق فيه وفزع اعلى منك. اقول لك انا كلام؟ اقول لك كلام يا اخي عظيم الشرف يا اخي. انت مخبيك شنو؟ احنا ناس اصحاب يا اخي. وزع العب العب عشان انا اوريك اللعب. ايش تلعب معايا يا حبيبي؟ طبعا 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 يا طبعا. جول 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 دينا بايضك انت. العب يا حمرشة العب 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 يا حمرشة العب يا حمرشة العب يا كيشة يا كيشة. انت ابليس كيشة كيشة وي كيشة وي 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 وي. انت عارف لان الغلب حخليك تنقلب شنو؟ من الغلو هذلك كيلو ابو القنفذ. دم خفيف يا حامد دم خفيف. العب اجد علي ابليس. والله يا اخوانا قول بالشواطين ديل الشواطين سمح. ويل 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 انت غشاش انت غشاش غشاش يا كيشة انت يا حامد كيشة غشاش. انت غير الترعة بتخوف بها الناس. تعال شوف اللعبة هنا والحرف ولا نلعب ثاني نلعب ثاني كيشة جايين بقرنين وسنين من برا. كيشة انت حرامي جنينة. انت سرقتها سرقتها؟ هلا جيت عاين انت لا توريني الكوشينة. انت انا علينا الطلاقة طقطقك طقطقة. بعدين يا اخي اقول لك اقتراح. قول لي يا اخي الكوشتينة دي من طعيمة طعيمة؟ ايوه يعني لو انا غلبتك تديني من الكنوز بتاعتك في الارض دي تديني ذهب. وانا لو غلبتك تديني شنو؟ دكوة.
موافق؟ أنا موافق يا حامد. شحرور درهور بالذهب منطور. ده الذهب يا حامد. ده الذهب نلعب عليه. الذهب. الله اقطع. خمسين. وي انت سرقتها. انت؟ ايوه انت. انا سرقتها؟ انا جيت عايم اقوله بمحارب. اصبر يا حامد، انا حامشي وجيت. الواحد في الطريقه دي معاه ابليس، ده بيفتح محلات ذهب. انا حبقى سايق. جيت تاني؟ جيتك ومشيت مع قل الشياطين. انا مشيت مثل البرمودا. برمودا؟ تعريف فنون الشياطين. يلا العب. يلا انا بمر اشك انت ووزع عفف. هاكا. الكوع. قلتني؟ هتشيل الذهب؟ هشيل الذهب. لا. هشيل الذهب. اتغلبتني مش؟ غلبتك ايوه. طيب اقول لك كلام؟ قول لي. بسم الله. يلا. ما لما. ودبنا لهم.